مما لا شك فيه أن أغلب البضائع المستوردة من الخارج تأتي عن طريق العملة الصعبة بالدولار، وارتفاع سعر الدولار يؤثر على أسعار هذه المواد. ولكن الحكومة في الأزمة السابقة اتخذت في الإجراء أنه المستوردين للمواد الغذائية الرئيسيين عن طريق المنصة يسلموهم الدولار بالسعر الرسمي، ولهذا السبب يعني أسعار المواد الغذائية ما فرقت كثيرا وإنما حافظ. لكن شنو اللي حصل؟ أجور الخدمات، يعني مثلا العام الماضي كنا نشغل عامل ب 15,000 لأن الأسعار بالسوق فرقت وما بعد يرضى بالشيء القليل، ها ارتفعت أجور العمال، وهذه أيضا تأثر على أسعار البضائع والمواد اللي تقدم للناس. زين، التعامل ما بينك وبين التجار الكبار، يعني مثلا إذا الدولار مثلا صار 55 أنت أخذت البضاعة وبعدين ارتفع لل 60، شو راح يكون بهاي الحالة هاي؟ أكيد هم راح يصعدون، لأن هو عنده مثلا رأس المال ماله مقدار محدد من الدولار، فهو ما يريد يخسر رأس المال ماله، فيقوم يفرق البضاعة أيضا. ولكن في المرحلة الأولى يعني يكون التفريق بسيط الفرق، لكن لاحقا يوازي على سعر الدولار. زين، التأثيرات السلبية الكبيرة عليكم شنو؟ أنت مثلا تستورد مثلا كثير من المواد الغذائية، يعني أكيد البعض اللي ما يستورد عن طريق المنصة وبشكل رسمي راح يصعد سعر البضاعة مالته. كله صعدت، يعني حتى المواطن ما يقدر يشتري. شنو اللي صعد عندك؟ المواد الأولية كلها صعدت، مال النجارة، الصاج، المعاكس، كلها يعني صعدت. يعني مضطرين أنه نغلي القطعة والمواطن يستغرب. أنت يوميا تسأل على سعر التصرف؟ لازم أول بأول حتى أعرف بشي صار بشي راح يصير. كل ما نزيد المواطن ليش يابا الباحث أنا بهالقد يابا الورق صعد، ما يقتنع، ثقل السوق على هاي صعود الدولار، العالم يقول لك خلي ينزل الورق وبعدين. شو طالب الدولة؟ والله طالب ما سعره 132 غير يطلعون من حقه للشغلاء ويثبتوه على 132.